بسم الله، مشروع جديد في موقع اوبن بروجكت. اجي هنا اقول له زائد بروجكت، اسمي المشروع ده مثلا بيم اريبيا، واقول له كرييت. فهو بدأ يعمل لي المشروع ده في كل الاول اوبننج. لو في اي حاجة عايز اضيفها اقول له بلس، ابدأ اضيف المهام المعينة، وليكن مثلا سينك. تمام، ببدأ اشوف بقى الستاتس ديت، هل هي نيو ولا اي ستاتس تانية ممكن تبدأ تتعدل زي ما انت عايز. تمام، ممكن اجي هنا اقول له شو جراند شارت، ابدأ يظهر لي الجراند شارت. ابدأ اقول له مثلا دي هتاخد مني كام يوم. طيب ابدأ اضيف حاجة تانية مثلا دو. تمام، وبعد كده هقول له انتر، وهقول له اعمل لي واحد تانية تشيك. هنا برضو هقول له اعمل لي مهمة تانية من يوم كذا ليوم كذا. طيب لو انا عايز اربط ديت دي، هاجي هنا هقول له ان هنا اد فولور مثلا بالشكل دوت، فيبدأ يقول لي ان لما تخلص دي هتبدأ دي. تمام، فهاجي هنا سرعة كليك مثلا، لو انا عايز اضيف مهمة تانية خليها مثلا هنا، اقول له المهمة ديت. اجي هنا ادوس هنا واقول له اد بري بالشكل دوت، فيبدأ يربطهم ببعض. فدي فكرة ان انا اقدر اربط المهام ببعض، بحيث لما واحدة فيهم تتغير الباقي كله مرتبط بيها فيتغير معاها بالشكل دوت. لو انت عايز تشوف فول سكرين، تشوف كله اهوت، بحيث تركز على المشروع وما تتشتتش بالحاجات بقية الشغل يعني لما تخلص خالص. طيب ممكن تيجي هنا كرييت، تقول كرييت تاسك، كرييت مايلستون، كرييت فيسز، كرييت فيوتشر، ايبك، باج، يوزر ستوري، مايلستون مثلا. فتبدأ تعمل مايلستون، هتديها اسم مثلا نيو، الديسكريبشن بتاعها مين الأشخاص اللي هيعملوا الحاجة ديت. تمام، فتبدأ تعمل تحديد الأشخاص، استيميت التايم، المفروض دي هتاخد كام يوم، كام ساعة، اللي هتبدأ بتاريخ يوم ايه، البروجريس حتى الآن قد ايه، أقول له سيف. فيبدأ يديفولي بالشكل دوت اهيت المايلستون، وبدأ يحطها اهيت بالشكل دوت.